هذا يسأل عن الاعتكاف. الاعتكاف هو البقاء في المسجد الذي تصلى فيه صلاة الجماعة، البقاء فيه لعبادة الله، المكث فيه لعبادة الله. تمكث أيام أو ليالي في المسجد للصلاة والقراءة القرآن والذكر، هذا هو الاعتكاف، هذا عبادة. الاعتكاف عبادة لأنه لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، ففيه الأجر وفيه الثواب. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم انتقل إلى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وبقي على ذلك حتى توفاه الله يعتكف العشر الأواخر، يعني يجلس في المسجد الليل والنهار ولا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ثم يرجع إلى معتكفه ويشتغل بطاعة الله عز وجل. هذا هو المطلوب. نعم.